فانت هيقول لك بقى انت كده ركز، فانت هتقول له انت احمد عشان هياخد 10، واكتر واحد فيكم هياخد
18 الا لو متوسع يعني الراجل ده بيلعب في كام درجه طول معاك امك قول له اللي حصل فيا 150 درجه ما شافوش لعدوى انت بقى واقف 20 درجه بيروح 170 درجه انا عايزك كده تتخطى حقق ذاتي وبتاع الطبيعي خليكم شايفين الذات عامله ازاي